أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آت واستغفر الله من ذنب وقعت به فالله بالفضل ماحٍ للخطيئات. أنا في الكرملين مع رئيس اتحاد القوميات الأعلى من سنتين في حوار دام ساعتين، طلعت له الساعة قلت له هي إلى صانع، قال لي إلى صانع، وهي المسبحة وهي المسجل وهي الطاولة وهي الكرسي وهي البناء وكذا وموزكو، قلت له والكواكب بسيرة ونظامة وكذا إلى صانع لما ما لا صانع، فالجواب كان السكوت وإلى آخره. فتعلموا علم الكلام من القرآن، إثبات وجود الله وصفاته من القرآن، إثبات الآخرة من القرآن، إثبات النبوة، إثبات القرآن. نحن عم نقرأ القرآن بس للتجويد الألفاظ، ما لتجويد وإجادة فهم المعاني، ما لتجويد وإجادة العمل به، ما لتجويد وإجادة نشره والدعوة إليه. لك الهدهد طير قديش بيسوى؟ بيع وشراء. قديش في لحمه؟ قيمته بقيمة لحماته، يمكن ما في ربع قيمة لحمه، يعني إذا كان بسؤاله شيء نص ورقة أو ورقتين إلى آخره. فهذا الطير راح لليمن بروح الداعي إلى الله، جاي غيران على دين الله حيث لا يعبد الله في اليمن، وجاي عم يصير سليمان انه قوم عمر اليمن بدين الله، هدول عوام ما يعبدوا غير الله. هذا حيوان ما هيك؟ والشيخ اللي قاعد عم يشرب شاي احمر واخضر، ما مين اللي بيغار على الدين اكثر؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اذا كان ومنين؟ من بلاد الشام لليمن كم كيلومتر؟ 3000 كيلومتر. فإذا الطير كمشي مشي 3000 كيلومتر في طريق الدعوة إلى الله، فأنت يا شيخي كم ألف كيلومتر لازم؟ ما لازم أنت تروح على أوروبا وعلى أمريكا وعلى باريس وعلى نيويورك وعلى واشنطن وعلى لندن. حافظ لي أركان التيمم والحيض والاستحاضة والتيمم، وهذا سني وهذا شيعي، وهذا ليش رفع ايده وهذا له دقن وهذا ما له دقن، واشياء ما بيطلع منها شيء لو تميت كلها من اللغو والحقائق، لانه ما رجل الحقائق، ما بيتحمل مسؤوليات ولا عنده القوة لا العقلية ولا العلمية ولا الروحية ولا الربانية. طير احسن منه، ها رجع حرك مملكة، حرك دولة. مين؟ وراح بتكليف رسمي بمرسوم على نفقة الدولة لما على نفقة حاله، وعرض حاله لحتى ينتتف ريشه ويحطوه بالشمس حتى تطلع روحه ويموت شر موته، لكن في سبيل الله. هيك بدنا نقرأ القرآن.